مشاهدينا، في ملفنا التالي، قالت تقارير إعلامية أن تصريحات السفير السعودي السابق في القاهرة والوزير الحالي أحمد القطان حول مصر ومرحلة الثورة والانقلاب قد أثار غضب النظام المصري. وكشف الوزير تفاصيل مثيرة لم تخلو من إحراج للنظام المصري الحالي، خصوصا حول أمانة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي لم يمس الأموال السعودية المقدمة لمصر طيلة مدة حكمه، بينما قام النظام الحالي نظام السيسي بصرفها خلال أشهر. ويكشف القطان عن الجهود الكبيرة التي قامت بها الرياض من أجل شرعنة الانقلاب في الغرب ومنع فرض أي عقوبات على نظام السيسي. وكان القطان قد كشف تفاصيل جديدة حول قضية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية ودور كل من ولي العهد السعودي وعبد الفتاح السيسي في هذه القضية. وقال قطان في تصريحات إعلامية إن التاريخ سوف يسجل ما قام به محمد بن سلمان في عودة هاتين الجزيرتين للسعودية بحزم وقوة. وأضاف الوزير السعودي: الموضوع لم يكن سهلا، لكن السيسي سهل هذا الموضوع. سيد عادل المسني، أرحب بك من جديد، كما أرحب بالسيد محمد جمال هلال الكاتب والإعلامي المصري الذي ينضم إلي عبر سكايب من إسطنبول. سيد محمد جمال هلال، كيف تقرأ هذه التصريحات من قبل الوزير القطان والتي فيها حساسية شديدة لنظام السيسي؟ يعني المسألة واضحة جدا، هو نوع من أنواع كشف بعض الأوراق للضغط على نظام السيسي، نظام الانقلاب العسكري الذي أيدته المملكة العربية السعودية بالمال وبالمواقف السياسية ودعمته في الأمم المتحدة والتواصل السياسي مع دول كثيرة كانت ترى ما حدث في مصر انقلابا على المسار الديمقراطي وعلى أول تجربة ديمقراطية في مصر. ومع ذلك لابد يعني كما يقال ما شفناهمش وهم بيسرقوا، شفناهم وهم بيتخانقوا. فالمسألة واضحة جدا أن ما قام به القطان هو نوع من الابتزاز لعبد الفتاح السيسي الذي رفض أن يصدر بيانا أو تقاعس عن إصدار بيان يدين البيت الأبيض في تصريحاته حول مقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي الذي قتل في مدينة اسطنبول التركية داخل سفارة بلاده. وأخرجت المخابرات أو CIA الأمريكية تقريرا يدين ويورط ولي العهد السعودي في ذلك، وبالتالي كان لابد للجميع أن يدين موقف الولايات المتحدة كما فعلت دول خليجية كثيرة ودول عربية أخرى عن طريق الاتصال المباشر معهم. يبدو أن السيسي لم يقم بهذا الدور، فكان لابد أن يعني يوعك بين أذنيه حتى طيب. يعرف أنه يعني صبي من الصبايا الذين دفعنا لهم الأموال. طيب سيد عادل المسني، برأيك ما هي الرسائل التي أرادت الرياض إرسالها للسيسي من خلال هذه التصريحات؟ هو في الحقيقة يكشف أولا عن دور المملكة العربية السعودية السيء في المنطقة فيما يتعلق أيضا بمحاربة الربيع العربي والانتقام أيضا من ثورات التغيير ووعد أيضا مسار الديمقراطي في المنطقة سواء في مصر أو في ليبيا أو في سوريا والعراق واليمن. يعني دور المملكة العربية السعودية والإمارات واضح في قيادة الثورات المضادة ودعم الانقلابات، وهذه أنا في تصوري هي إدانة واضحة للمملكة العربية السعودية على لسان يعني كبار مسؤوليها. الأمر الآخر يتعلق أيضا بدعمها لهذه الأنشطة الخبيثة في اليمن ومصر وغيرها واستمرارها على هذا النهج. أما فيما يتعلق أيضا بهذا التوقيت، أنا أتصور بأنها أيضا عصا تلوح بها برأس السيسي إذا ما حاول أيضا أن يخرج عن يعني المجال السعودي. بلا شك أن المملكة العربية السعودية لم تفعل هذا فقط، يعني لتخوفها أيضا من تداعيات الربيع العربي وأيضا لدعم الانقلاب لحماية نظامها ومن ثم أيضا تطويع الانقلاب السيسي لخدمة أجندتها في المنطقة، وهي تشعر ربما بأن النظام في مصر بدأ أيضا يعني ربما يخرج عن المملكة العربية السعودية في كثير من الملفات، ربما تقارب مع تركيا وربما أيضا
ما يتعلق أيضا بإدانة كما قال زميلي حول خاشقجي، وبالتالي هناك بداية افتراق، خاصة وأن في إدارة هناك إدارة أمريكية جديدة تشدد الضغوط على المملكة العربية السعودية، وتعتبرها أيضا من ضمن يعني وتعتبر من ضمن أولوياتها أيضا الإطاحة أيضا بمحمد بن سلمان. طيب سيد محمد جمال، إلى أي مدى يعني ظهر وبدا واضحا من خلال تصريحات الوزير بأنه يحاول تذكير السيسي بدور السعودية في الانقلاب، في إنجاح الانقلاب العسكري الذي جرى في مصر وشرعنة هذا الانقلاب خارجيا والترويج له، وبالتالي إلى أي مدى هذه التصريحات تطعن اليوم في شرعية السيسي، وإلى أي مدى تؤثر في نظامه اليوم؟ لا تصريحات ولا غيره تطعن في شرعية السيسي. السيسي شرعيته مطعون فيها منذ اليوم الأول الثالث من يوليو 2013. لا السعوديون ولا المملكة العربية السعودية يمكن أن تصنف ما حدث ثورة أو انقلاب، لأنهم أصلا لا يؤمنون لا بالديمقراطية ولا يؤمنون بالثورات. هم الذين انقلبوا على ثورة يناير، وهم الذين دبروا الانقلاب يوليو، وهم الذين دخلوا على الرئيس مرسي وعلى وأمثال أحمد القطان الذي خرج يتكلم عن ساعتين التقى بالرئيس محمد مرسي وقتما كان رئيسا للجمهورية، وأنا لدي من المعلومات الكثير حول هذا الموضوع. جلس ساعتين مع الرئيس مرسي، هل يستطيع أحمد القطان أن يقول ما هي العروض التي عرضها النظام السعودي على الرئيس محمد مرسي ورفضها مقابل المال؟ ولأنه رجل صاحب ضمير محمد مرسي، ولأنه يعبر عن شعبه، ما هي الأموال التي عرضت وفي أي مقابل؟ كانوا يعتقدون أن محمد مرسي مثل السيسي يباع ويشترى. هؤلاء لا يستطيعون أن يعملوا إلا مع الخونة، مع الذين يدفعون يدفع لهم الأموال ليكونوا ضد شعوبهم وضد إرادتهم ولخدمة مصالح ضيقة جدا في المنطقة. هل يستطيع أحمد القطان أن يقول لنا ما هي العروض التي جالس يتحدث فيها ساعتين مع الرئيس مرسي ويقول له أنا أمي مصرية وأنا أحب مصر ونحن نحب الإخوان والملك فيصل كان مع الإخوان، ثم بعد ذلك عرض عليه عروض يعني رفضها الرئيس محمد مرسي وعاد أحمد القطان يعني أثاري أمر عيش زي ما كانوا بيقولوا. هل يستطيع أحمد القطان أن يسرد لنا ونحن لدينا محاضر بما حدث من هذا اللقاء، وهو يظن أن محمد مرسي مات وماتت معه الحقيقة أو مات معه حواره أحمد القطان، أو ما الذي حدث مع محمد مرسي عندما قابل الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية في أول زيارة له وأحمد القطان كان هو من ينسق هذه الزيارة؟ هل يستطيع أن يخرج الآن هذا النظام السعودي ليتحدث عما كانوا يعرضوه على محمد مرسي وعن شرف محمد مرسي ونبالة محمد مرسي وموقف محمد مرسي ومحبة محمد مرسي لشعبه وللمملكة العربية السعودية؟ لا يستطيع. هو تحدث الرجل سيد محمد، هو الرجل تحدث حول أمانة الرئيس محمد مرسي في الأموال السعودية بأنه لا لم يصرف منها. عن أمانة، هو دس السم في العسل يا سيا عزيزي، دس السم في العسل. أحمد القطان شاهد من أهلها نعم، لكنه أراد أن يبتز السيسي بمعلومة عن الرئيس مرسي، ثم ذهب يقول أنه أخبر واستفارات داخل استفارة بأن الناجح هو أحمد شفيق. هذا كذب وتدليس يعرفه أحمد القطان جيدا، ويعرف أن الذي أخبروه بذلك هو المجلس العسكري، وأنه كان يدعم المجلس العسكري وقتها لعل يعلم محمد مرسي رئيسا. هذا كذب محض. هو كان ممن يدفعون إلى عدم إعلام محمد مرسي رئيسا ولا إعلان أحمد شفيق، هذا الذي كان يتمناه. لكن الذي حدث أن إعلان النتيجة وأن نزاهة الانتخابات أتت محمد مرسي وفرضت هذا الأمر الواقع على المجلس العسكري وعلى اللجنة العليا للانتخابات وعلى رغم أنوف السعودية والإمارات التي طيب. مولت انقلابا لمدة عام حتى يتم الانقلاب على محمد مرسي. طيب لا تقولوا أن أحمد القطان صادق، أحمد القطان كاذب ويدلس ويأتي بأمور مبتذلة يقول بعضا من الحقيقة من أجل أن يضغط على السيسي، لأن السيسي لم يسمع كلامه اليوم، لكنه طيب. في الحقيقة متآمر كذاب ومنافق. طيب سيد عادل المسني، إلى أي مدى تشير هذه التصريحات، تصريحات الوزير القطان بأنه السعودية تشعر اليوم وكأنه الأموال التي صرفتها لدعم هذا الانقلاب وتثبيت أركان هذا الانقلاب أنفقتها وباتت بالنسبة لها حسرة
عليها لأنه نظام السيسي تخلى عنها؟ هو في يعني تغيرت الظروف اليوم، يعني مصر بلا شك في ظل السيسي اليوم يعني يستطيع ان يلتقط انفاسه، خاصه مع هذه الضغوط التي تتعرض لها المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه لم تعد لديها اوراق ايضا للضغط على السيسي، هي بحاجه ايضا يعني في امس الحاجه في الحقيقه لما تبقى ايضا من علاقات مع مصر بالذات باعتبارها دولة إقليمية، وأيضا مع المجتمع الدولي وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدفها بمناسبة وبغير مناسبة. بالتالي صورتها يعني تراجعت بشكل كبير، تراجعت هيبتها ودورها ومكانتها أيضا في الإقليم وفي الداخل. اليوم اليمن أصبحت يعني ثقب أسود تستنزف أيضا أموال وأيضا قدرات المملكة العربية السعودية، ومن ثم أيضا التطويق إيران لها في من العراق ومن اليمن. ومن ثم أنا أتصور بأن المملكة العربية السعودية في هذه الظروف الحرجة التي تتعرض لها لضغوط يعني كبيرة من الداخل والإقليم والخارج، هي بحاجة أيضا إلى دور مصر أيضا. لكن يبدو أن السيسي يتمرد أيضا على محمد بن سلمان، وهو يشعر بأن المناخ الإقليمي والدولي غير مرحب أيضا بالمملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن سلمان، وهو أيضا يتعامل مع هذه المتغيرات. نعم، أخيرا سيد محمد جمال وباختصار لو سمحت، كيف يمكن في ظل عدم رغبة السيسي في التصعيد بالتأكيد مع الرياض، ولكن كيف يمكن أن يرد على هذه التصريحات؟ هل يملك بالفعل أن يتمرد على محمد بن سلمان؟ لا يستطيع أن يرد السيسي إعلاميا، ولا حتى أن يطلق إعلامه للرد، لأن الإعلام المصري مواله أصلا من محمد بن سلمان. يعني كيف يخرج عمرو أديب ويرد على أحمد القطان؟ لن تجده يستطيع أن يرد ولو بكلمة، سيبرر كلام أحمد القطان وسيأتي بسياق مختلف لأنه يأخذ أمواله من أحمد القطان وسياد أحمد القطان. هذا حقيقة، لن يرد حتى إعلاميا السيسي، ولا يجرؤ أن يرد. السيسي سيتصل أو سيرسل سامح شكري ليتصل بهم ويقول لهم يعني خلاص يا إخوانا بلاش مني على بعض موضوع الرز. أحمد القطان في شهادة قالها سنة 2013 في قبل الانقلاب العسكري قال محمد مرسي لا يعرف طريق الأموال، يعني لا يعرف طريق الرز، لا يعرف طريق الأموال السعودية. إذا كنتم تريدون التفاوض معه على أموال أو إغراءه بأموال فهو قد شهد أساسا أنه أعطوا أموالا في صورة منح لمصر، في صورة قرض لمصر، لم يأتي ولد مليم واحد منها ولم ينفق منها مليما واحدا، لأنه كان يرى أن هؤلاء ليس لهم غاية من هذه الأموال سوى كسر إرادة الشعب المصري متمثلة في رئيسه وجعله تابعا كما فعلوا ونجحوا في ذلك مع السيسي. هم يعرفون جيدا أن السيسي طريقه هو الدعم المادي وشراؤه، وأن طريق الأحرار الذين اختارهم الشعب المصري أمثال محمد مرسي رحمه الله طريق هو الندية والتعامل من أجل مصلحة الشعب وليس من أجل مصالح شخصية ضيقة في قصور ودواوين الحكام الخليجيين الذين أتوا بالاستبداد والاستعباد وقتلوا الناس ومولوا قتل الناس. أشكرك جزيلا سيد محمد جمال هلال الكاتب والإعلامي المصري، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول. كما أشكر سيد عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية كان معي عبر سكايب من اسطنبول أيضا.